الترحيب بحضراتكم مرة تانية. كابتن عبد الظاهر، تقدر تحمل وتقول ان رضا السيد حارس مرمى انبي هو السبب في الهدفين، او يتحمل جزء كبير من مسؤوليتهم؟ لا، هو فرق بين التألق ما بين عصام ثروت وفرق ما بين رضا، طبعا فرق كبير. في واحد طلع بفرقته كسبان وكان احد عوامل ان الفريق يبقى كسبان، في فرق جدا ان انت تكون لو عدم تبص على مرتفع. الكرة دي، بص هو طبعا راح للعرض اكتر، يعني المفروض تحسه فتح الزاوية اكتر لمروان. بالظبط، المفروض دي زاوية ميتة للفيرود طبعا، ولكن هي على الارض، لكن طبعا في جزء كبير يسأل عنه طبعا، لان رجليه ودته اكتر ناحية التانية. يعني المفروض يجي شوية يبقى ناحية السكس ياردة وبعدين يقفل. انا عايز كادر كبير عشان هو بالظبط من البدايه خالص. الخطوات بتاعته هتترتب عليها تمركزه، هي اول كادر خالص. لا، كان متقدم. ايوه، هو بص متقدم مسلسل. يعني بص ماشي، ما تبصش على الكوره، بص لعصام. كان عايز يطلع ياخدها. بص، اولا هو ارجع كده، ارجع بس معلش، ارجع بس عشان نشرح حاجه للناس فنيه شويه. هو اولا بيرجع باليمين وبعدين الشمال، هو المفروض يروح بشمال يمين. ايوه، يعني الفوت ورك بتاعه، بص بياخد اليمين الاول، فدي بتودي جسمه في حته الثانيه. هو المفروض يروح بالشمال، يعني مش شايف الجون، فاهمني؟ اتنين، هو بره الجون دلوقتي. أيوة، يعني بره الجون. بعد شويه هيلاقي العارضه، فبيلاقي العارضه فلازم يلمسها. بص، هو راح كتير قوي الخطوه دي. بص، ارجع كده تاني، ارجع تاني تاني، بس هو كده يعني سنه، يعني يرجع ورا شويه كمان، يبقى هو تمركزه 10 10. بص الخطوتين التانيين، بص فتحوا الزاويه، الفوت ورك بتاع، بص رجعوا التاني خالص، فتح، اقف. هو كده فين؟ هو جوه خالص، يعني صحيح. الضيقه خالص قافلها بشكل كبير جدا. هو المفروض يدي دي المساحه ودي مساحه طبعا، لكن برضو خلي بالك، رضا قاعد كتير ما يلعبش. ايوه برضو يا جماعه، القعده على الدكه صعبه جدا. بالظبط كده، كان بيلعب البلعوطي بشكل كبير وقوي، وكان بيديله بشكل كبير جدا. انا مش بحب احمل واحد بس الخساره. ما خلي بالك، دي اولا الباك ليفت ما بين السيرد باك في مساحه جت منين. خلي بالك، لو تشوفها هتلاقيها مقطوعه اصلا من نص الملعب اللي كان موجود. لو نعيد الجون تاني عشان برضه ما نحملش حد اكبر من طاقته، يعني او بتاع. وبعدين هو فرود واحد موجود. يعني انا لو مسكت، اتقطعت ايات من عبد العاطي، رجعت خلاص. بص بقى التحولات اللي هي الدفاعيه، اللي انت تمركز بتوعه عامل ازاي. ده خلاص وقف، ايريك بيتمشى، اول ما يلعب الكوره اقف كده، ارجع تاني معلش. بص، ده كان قدامهم، قدام عينيه. يعني الباك ليفت موجود داوود. بص، هو وقفته ده غلط، ان هو يكون موازي لراس الحرب. هو المفروض يرجع خطوتين، يبقى مروان في صدره، يبقى هو عارف تحركات. لكن هو دلوقتي بص اقف. طب السرد باك ليه بيلف الناحيه دي؟ أيوة. يعني ليه بيلف الناحيه؟ هو بيلف الناحيه الثانيه. فطبعا اتاخدت في المساحه اللي موجوده مروان عطيه، طبعا حمدي طبعا. اتنين خلاص، هي كانت زاويه ميته. لكن صحيح، بغض النظر، هو مبروك النادي المصري بشكل كبير جدا، قدر ان هو يطلع. مهم جدا، انت حتى وانت ناقص وانت وحش تكسب المباراه. واحنا قلنا في اول الاستوديو ان الثلاث نقط اهم بكتير من الاداء اللي موجود في التوقيت الحالي. مكملين كلامنا مع حضراتكم، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا.